الهدف ديال هذا المعرض هذا هو اننا نجمعوا الناس باش يكونوا قريبين لهنا في المدينه لكل شيء باش يعرفوهم، حيت معنا عده الجهات مختلف الجهات، كاين الناس ديال تطوان، كاين الناس ديال كازا، الناس ديال الصلاه اللي ما معروفينش اللي ممكن يكونوا معروفين غير في الانترنت، حنا قربناهم باش يكونوا معروفين بالنسبه للناس الاخرين. L'exposition offre aux participants la possibilité d'offrir au public le fruit de leur talent. Comme vous voyez, la majorité des exposants, ce sont des femmes. Cela signifie que la femme marocaine et la femme en général jouent un rôle très important dans tous les domaines. اكسبوزيسيون دايرين حلوه معسله، دايرين لي صابلي بريستيج، اي حلوه مودرن، دايرين كلشي اللي كيبغي اي حاجه مرحبا بها عندنا. وحنايا كنشرفوا المراه المغربيه، اي حاجه تديرها المراه المغربيه. شاركنا في هذا المعرض مجموعه ديال اللوحات تتشغل عليهم الام ديالي. من هذه اللوحات استعملنا بزاف ديال لي تكنيك، منها تكنيك ديال السيراميك في هذه اللوحه هذه، في لوحات اخرى مثلا كمدخل القصر الملكي حتى استعملنا فيها بزاف ديال لي تكنيك، منها تكنيك ديال ستانيو حتى اشتغلنا على انا والام ديالي. اي حاجه عندنا كتختص بلا ديكوراسيون، يعني كنبيعوا لي زارتيكل ديكو او ميم طون كنديكوريو اي حاجه، العرايسات كنديروا الطرز. وهذا المعرض فرصه للجميع انه يعرف الجديد